الهيئة الناخبة تتكون من 550 555 ناخب، 555 ناخب هادو يمثلوا كل المجالس الشعبية البلدية تاع ولاية وهران بالإضافة إلى الشعبي الولائي. عندنا مكتبين تصويت. على الساعة 8 صباحا انطلقت العملية بحضور السادة القضاة أعضاء المكتب التصويت وكذلك السادة المراقبين، علما أن المترشحي الذين تم اعتماد طلبات الترشح هما 4. انطلقت في ظروف جيدة وسط تنظيم محكم لمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كانت السلطة عدت البروتوكول الصحي والمنتخبين طرقوا تاني في أداء أصوات تاعهم في هذا الانتخاب في ظروف جيدة.